رجعنا لكم وفقرتنا التانية اون سبوت، وفي حماس مع بداية الفقرة. أعتقد أنتوا عارفين أسبابه كويس. تناول كابتن خالد الغندور فايلر في مباراة حرس الحدود وتحدث عن تأليف مستر فايلر. على فكرة احنا هنا لنا مبدأ ان العالم كله الحديث فيه عن الفنيات وكرة القدم سواء المنافس او فريقك شيء طبيعي جدا وما يزعلناش، ولكن ربما كابتن خالد لم يكن يعلم ان كارترون الذي هو افضل من سابقيه ب 900 مرة هيخلي موقفه صعب في المقارنة بتاعه النهاردة. نسمع الفيديو ده ونرجع نعقب. تعرف ان فايلر النهاردة ألف تأليف. النهاردة ألف في كرة القدم. فايلر ده عمل كل حاجة بتأليف النهاردة. النهاردة لعب رمضان صبحي ناحية الرايت وهو لا يجيد ناحية الرايت. رمضان صبحي بيلعب وينج ليفت. راح ملعب اتنين راس حربة، هما مش اتنين راس حربة، جونيور أجاييه وليد أزارو. حسين الشحات ما بيلعبش وينج ليفت. ما انت مش عارف مين هو، جونيور اجيل وينج ليفت ولا حسين الشحات، ولا كان الملعب بايظ. وقعد يعمل بعد التغييرات برضو لان الفريق الاخر ما بيهاجمش خالص، يعني الفريق الاخر. فعمل لخبطه في الفرقه كبيره جدا، وعمل وودى لعيبه في اماكن مش اماكنها، لكن في النهايه كسب 1-0. ففي النهايه العبقري المعرفش لا، هو انا فنيا يمكن ده كلام انا مش مستوعبه، ولكن ايه رايك يا احمد في اللي اتقال ده؟ هو الكابتن خالد غندور طبعا لما يعني في بيقول لك لا يفتى وملك في المدينه، طبعا له مواقف سابقه كتير بتدعم فكره ان هو عنده بعد نظر، شفناه حتى في اختيارات المدربين عند نادي الزمالك كان بيثق جدا في ميتشو، قال ان ميتشو قد جروس 900 مره، واعتقد هو شايف كارترون حاليا قد جروس وقد ميتشو 900 مره، وشايف ان فايلر بيألف الحقيقه. خلينا في ماتش الاهلي والاسماعيلي والاهلي وحرس حدود وتعامل ريني فايلر مع الاصابات هنتناول ده، ولكن بما اننا بنتكلم في توظيف اللاعبين في كره القدم، مستر كارترون في مباراه الجيش كان في توظيف محمد عبد السلام في مركز الظهير الايمن، وهو لاعب المنتخب الاولمبي اللي شفتوه في مركز السنتر باك، اعتقد كان من اهم اسباب خساره نادي الزمالك. لو بنتحدث عن التوظيف الغير منطقي، هو هيقول لك اصل كان في لاعب هربان ولاعب مصاب فاهمني، ففي احمد عيد، مش احمد عيد اللي هو اللي بتاع طلع الجيش، لا كان في ناشئ شاب احمد عيد، وانا مع وجهه نظر ان فكره طالما اللاعب بيلعب في مركزه، وخاصه ان محمد عبد السلام ما اداش اداء كويس جدا مع منتخب الاولمبي. شفنا كابتن شاو غريب كان رجع الشوط الثاني لقى فيه اخطاء واهداف، لكن خلينا ريني فايلر اللي بيألف، مدير فني بيقود النادي الاهلي، عامل مع النادي الاهلي اداء ونتيجه كبيره جدا، ربما فوز على حرس الحدود بهدف واحد فقط لا غير، فوز على النادي الاسماعيلي بهدف واحد فقط لا غير، يدفع البعض يقول كده مستوى النادي الاهلي تراجع، وبنشوف الصوره من حيث عدد الاهداف، لكن لما تيجي تشوف المعطيات بتاعت مباراه حرس الحدود ومعطيات مباراه الاسماعيلي، وتشوف ازاي ان النادي الاهلي وهو ماشي في طريقه اداء ونتيجه بيفقد لاعبين مؤثرين جدا جدا جدا، ومفيش حاجه اسمها مفيش نادي او فريق بيتاثر بغياب لاعب، لا في اكيد في كل نادي في العالم الاساسي بيكون مش على البديل مش على قدر الاساس تماما، ربما المفروض بنسعى ان المستويات تكون متقاربه، لكن ده لا يعني ان ممكن تلاقي لاعب في برشلونه زي ميسي، لاعب في اليوفي زي كريستيانو، اكيد في لعيبه مؤثرين جدا. اعتقد انت في مباراه الاسماعيلي فقدت في حرس الحدود رمضان صبحي، اضافه كمان في مباراه الاسماعيلي غياب عمرو السوليه نزله برد ربنا يشفيه طبعا، كمان اصابه احمد فتحي اللي لعب مباراه حرس الحدود، ده كمان لما تضيف ليهم اصابه رامي ربيعه في المباراه واتجاهك لتغيير اضطراري بنزول سعد سمير مكان رامي ربيعه، كمان غياب حمدي فتحي اللي هو محور اداء النادي الاهلي تحت عهد ريني فايلر. ريني فايلر كان بيهتم جدا بمركز، هو بيهتم جدا بنص الملعب، وحمدي فتحي كان بيعمل له كل ما هو بيخليه يستحوذ وسرعه استرجاع الكوره، فبيخليك دايما ضاغط الفريق المنافس. لما تغيب عنك كل الاسلحه دي اكيد لازم ريني فايلر يبحث عن علاج. العلاج كان في توظيف بعض اللعيبه المرنه في النادي الاهلي وما اكثرهم، يعني اذا قلنا احمد فتحي جوكر، عندنا حسين الشحات بدا يلعب، بيلعب يمين بيلعب شمال، وكمان بدا يلعب في نص الملعب، والموضوع ما كانش كده بيجي الا بالتدريج، يعني لو شفنا تغييرات كان وليد سليمان بيلعب في المركز ده فارس، بدا يدخل حسين الشحات وبدا ينزل
احمد الشيخ وقته، وبدا ينزل جيرالدو وقته، وبدا يجيب اجاييه، وبدا يجيب وليد ازارو. فالموضوع بالنسبه له الراجل عامل حسابات، انا بكره ازاي لو غاب عندي لاعب احاول بقدر الامكان اعوض ده في شكل الفريق. وشفنا كمان اليو ديانج كان بينزل على مراحل وعمل شوط تاني جيد جدا امبارح. فما ينفعش في وسط الاصابات دي وعندك المعطيات دي وتقول الراجل بيألف. دي وجهه نظري، اعتقد تتفق معايا او لا تتفق؟ لا نتفق طبعا. ان الموضوع ابعد ما يكون عن فكره التأليف، ولكن جمهور النادي الاهلي بقى بحبه للنادي الاهلي وانتظاره ان هو يرى النادي الاهلي في وضع مختلف تماما. توظيف حسين الشحات كان مش هو الافضل، ولكن الموضوع ليس له علاقه بالتاليف. حسين الشحات لعب في المركز ده احيانا مع العين وهو بيجيد في المركز ده، ولكن انت الظروف الاضطراريه خلتك تلعب كده، وده نقطه مهمه. والمهم كمان في الموضوع ان فايلر وهو بيجرب وهو بيحاول يعالج النقص والغيابات بيقدر يكسب، ولكن جمهورنا يا احمد بيقارن المباريات باللي قبلها، بيقارن اداء عالي جدا للنادي الاهلي باداء معقول في ظروف المباراه. فعشان كده وفي ظروف المنافس طبيعي وطريقه لعب المنافس بالزبط. فعشان ناخدكم لمقارنه هي مع مستر كارتيرون ليس لها علاقه تماما بان هو مدرب الزمالك، وان كان انت تقدر تكون انطباعات عن فلسفته من خلال المقارنه، ولكن لها علاقه بمباراه الاهلي والحرس الموسم الماضي مع مستر كارتيرون. وعلى فكره هي مباراه من أسوأ مباريات النادي الاهلي اللي انا شفتها في تاريخ النادي، رغم فوزنا 2-0، وده كان راي خبراء النادي الاهلي حتى وقتها، وان لا يجوز ان النادي الاهلي يلعب بالشخصيه دي. نعرض الارقام عشان احنا هنا بنتحدث مع الناس عن الفارق بين شخصيه اتنين مدربين، وبنؤكد الموضوع ملوش علاقه بالزمالك خالص. لا، وكمان دي مباراه دور اول مع مباراه دور اول، يعني احنا بنحاول نقرب الظروف شويه، لان مباراه الاهلي وحرس حدود مع كارتون كانت دور اول. اولا للامانه الخاصه بالعرض نتكلم فيه ان السكواد اللي كان مع مستر كارتيرون مختلف عن اللي مع مستر فايرر، ولكن الفكرة الخاصة بفلسفة المدرب بتعكسها الأرقام بعيدا عن أدوات التنفيذ. زي تاكيش جونياس هتلاقيه بيلعب بنفس الطريقة بغض النظر عن الأدوات. بس خليني أقول لك أنا وجهة نظري، أنا الحرس كمان كان مع عماد سليمان وكان في أفضل حاجة. لا أنا شايف أن طارق العشري دايما الكيمياء بتاعته ده بقى مباراته بقى أصعب. دي مباراته بقى أصعب. إحنا لو بصينا على الأرقام هناخد النتيجة طبعا كانت 1-0 الموسم ده، الموسم الماضي 2-0. الركنيات كان 3 للنادي الأهلي الموسم الحالي، 1 ركنية الموسم الماضي. هنقف عندكم عند أرقام معينة. 74% استحواذ مقابل 48% كان للأهلي في مواجهة الحرس. حرس الحدود استحواذه أعلى على النادي الأهلي. هذا ليس له علاقة بالسكواد، هذا ليس له علاقة بالسكواد، ولكن له علاقة بفلسفة المدرب. عدد التمريرات اللي بيوصل ل 657 تمريرة مقابل 203 الحرس. الموسم الماضي 357 تمريرة في مقابل 383 الحرس كمان. للحرس تمريراته أعلى. برضو احنا بنأكد ان دي فلسفة مدرب مختلفة تماما عن مدرب النادي الأهلي الحالي. حتى دقة التمريرات 83 ل 78 رقم معقول نسبيا، لان اكيد النادي الأهلي في فكرة دقة التمريرات دايما بيكون ارقامه في المتوسط ده. الكرات الخاصة بالكرات الطولية 69 هنا كانت اعلى الموسم ده. العرضيات 28. لازم نقف هنا شويه، لان كارتيرون كان فلسفه لعبه مع النادي الاهلي كان بيعتمد على الكرات الطوليه، يعني حتى الطريقه اللي كان بيعتمد فيها لعبه مع النادي الاهلي عامل 59 كره طوليه فقط. هو فقد الاستحواذ، هو اصلا مش قادر يسيطر على الكره. ولكن كمان بنيجي للعرضيات، 28 عرضيه مقابل 10 ومحاولات على المرمى، وده الرقم اللي بيخلينا نفكر كتير جدا. 18 محاولة مع فايلر مقابل 5 محاولات مع مستر كارتيرون، في يقابلهم 11 محاولة للحرس أمام الخمسة بتوع النادي الأهلي الموسم الماضي. احنا حبينا ناخدكم لمقارنة مختلفة عن المقارنات الاعتيادية، وهي ان احنا بنقارن لك عقلية مدرب بعقلية مدرب مختلفة تماما. فإذا احنا بنتحدث عن أداء، لا أداء جيد للنادي الأهلي، واللي صنعه مستر فايلر هي أرقام بتعكس أداء. أنا نفسي لم أكن أتوقع أن الأداء على مدار السبع مباريات يكون بالحفاظ على الهوية دي للنادي الأهلي. وعلى فكرة ده شيء صعب جدا في كرة القدم، معاكم أن في تحفظات أنتوا بتسعوا فيها للأفضل وللكمال الكروي، ولكن أنا مقتنع تماما أن اللي بيقدمه مستر فايلر لا ينكره إلا جاحد. هقول لك حاجة، الناس بتاخد دايما الانطباع في نهايه الموسم، بمعنى
ان احنا مع مستر مانويل جوزيه وجيل تريكا وبركات وعماد متعب وفلافيو والناس دي كلها كان لنا برضو مباريات مستوانا كان اوت اوف فورم لمعظم اللعيبه والمدير الفني فاهمني. ولكن الناس بتاخد الانطباع ايه بقى، لا بس مانويل جوزيه والجيل ده جيل عظماء، اكيد هم جيل عظماء، لكن اكيد كان لهم مباريات برضو الاداء ما كانش هو على نفس المستوى دايما، ومفيش فريق في العالم كده. فمش عايزك تتعامل مع فكره ظروف ومعطيات الحاليه للنادي الاهلي اللي بنمر بيها بفكره ان في مستوى بدا يتراجع او ما شابه، بالعكس النادي الاهلي ماشي بخط مستقيم جدا. ويمكن السؤال اللي توجه لرينيه فايلر عن فكره الفوز 17 مره، قال له انا اول مره اعرف الرقم ده، وكانت اجابته كمان ان انا دايما بسعى لتطوير الاداء والنتائج بتيجي مع تطوير الاداء، وده شيء مهم جدا، وده المدير الفني الناجح اللي بيفكر في بكره اللي تقدر تبني عليه مشروع مهم جدا حتى لو في بعض النواقص. اعتقد كهربا عودته في يناير مع ربما تكون في مكان لنا في الاستبدال مكان اخر، ربما لو فيه هو شايف بعض الثغرات او شايف بعض الاماكن اللي محتاجه دعم، اعتقد مع يناير الامور هتبقى بشكل محترم جدا وبشكل كويس جدا. بس ربنا يبعد عننا فكره الاصابات اللي بتحصل. تيجي نروح نشوف المباراه الاهلي والاسماعيلي ارقام ولا الحرس. تعقيب بسيط جدا فيما يخص ريني فايلر، وبسالك ونفكر سوا، هل تعتقد ان هو فعلا مش مركز في فكره الارقام، ولا هو ذكاء مدرب بيشيل الضغوط على نفسه؟ لسه شفت بيرفع الضغوط من على اللعيبه ومن على نفسه، عشان اصل فكره خد بالك لما بنوصل احنا وصلنا لرقم 16 راجل دارس سيكولوجية اعلام، فعارف ازاي بيتعامل مع الناس، وكمان بيتمتع بهدوء وبرود اعصاب، وانا قلت مرار سليمه قبل الهوا. نروح لاحصائيه النادي الاهلي ومع الاسماعيلي، هنلاقي ان في